السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أستاذ أحمد الحوتي في شرح الوحدة الأولى الدرس السابع بعنوان Good Friends، أصدقاء جيدين. في الدرس هذا بنتعلم الصفات Adjectives، أي read the two emails، أقرأ هذين الإيميلين الرسالتين هذين بريد إلكتروني. Find one thing لميا and أحمد have in common، أوجد شيء واحد مشترك بين لميا وأحمد. نقرأ بعضنا الإيميل الأول to auntie أمال إلى العمة أمال و from دانيا، هو الإيميل هذا هي من دانيا. dear auntie أمال، عزيزتي العمة أمال. how are you، كيف حالك. I am now in third preparatory at school، أنا في الصف الثالث الإعدادي أو الصف التاسع at school في المدرسة. and I am enjoying my lessons، وأنا أستمتع بدروسي. My best friend at school is Lamia، وصديقتي المفضلة أو المقربة هي Lamia. She is really creative، هي إنسانة مبدعة. So she likes the art، هي تحب الفن أو الرسم. Art lessons، she paints really well، هي ترسم بشكل جيد. I want to learn، وأود أو أريد حتى أنا التعلم الرسم. and she said she will teach me، وهي أخبرتني بأنها سوف تعلمني ذلك. she is very helpful، هي تحب المساعدة. I said I will help her with her mathematics أو maths homework، أنا قلت سأساعدها في واجب الرياضيات. she likes maths، هي تحب الرياضيات. but she's not very good at it، ولكنها غير جيدة فيها. لميا is very nice looking، هي شكلها جميل. but a bit short، ولكنها قصيرة إلى حد ما. she's got beautiful curly brown hair، عندها شعر جميل curly ملوي. براون بني. and dark brown eyes، وعيون بنية داكنة. she is very kind، وهي لطيفة طيبة. really good fun، ومرحة. she is also very friendly، وهي اجتماعية. and I think we're going to be friends forever، وأعتقد بأننا سنكون صديقتين إلى الأبد. email me soon، راسليني قريبا. وقعت دانيا باسمها. الإيميل الثاني to يونس، إلى يونس. from زياد، من زياد. hi يونس، there is a new guy in our school، يوجد فتى جديد في فصلنا. he came to school some time last week، جاء إلى فصلنا الأسبوع الماضي. he is called أحمد، يدعى أحمد. he is really cool، هو مرح. he is good at loads of things، وهو جيد في الكثير من الأشياء. he is really hard working، هو يدرس بجد. and knows a lot of maths، ويعرف الكثير في الرياضيات. science العلوم و and English والإنجليزي. He's also very sporty and really good at volleyball، هو رياضي وجيد في كرة الطائرة. he was on my team and we won easily، كان في فريقي وقد فزنا بسهولة. he's funny looking، يبدو مضحكا. he's quite tall، طويل إلى حد ما. with short straight black hair، وشعره ناعم قصير أسود. he is clever، وذكي. and talkative، وكثير الكلام ثرثار يعني. and really good fun، ومرح. and he is really kind too، وأيضا طيب أو لطيف. tell me your news، أخبرني بأخبارك زياد. هذين الإيميلين اللي عندنا فيه مجموعة من صفات اللي هن بالحمر creative مبدع أو خلاق أو
مبدع، يحب الأشياء الإبداعية، helpful يحب المساعدة، kind لطيف أو طيب، good fun مرح، curly صفة للشعر، ملوي معناها، friendly ودود أو اجتماعي، hard working يدرس بجد، cool بمعنى مرح، sporty يحب الرياضة أو رياضي، talkative كثير الكلام ثرثار، tall طويل، short قصير، straight ناعم، black أسود، clever ذكي، و kind حتى هي لطيف. هذه الصفات اللي في الدرس. نجول التدريبات صفحة 14. التمرين الأول صح وغلط، true and false. لميا من 1 لـ6 أعطانا أسئلة على لميا، قال لك she likes art listens، هي تحب الرسم، وهذه صح، قال في الإيميل هي تحب الرسم. she can paint really well، وترسم جيدا، بما أنها تحب الرسم معناها ترسم جيدا، صح true. she is not very helpful، لا تحب المساعدة، وهذا غلط، لأن هي قالت هي شنو وصفتها في الإيميل بأنها تحب المساعدة، she is helpful. 4. she is good at maths، هي جيدة في الرياضيات، وهذه طبعا غلط، هي ما هي جيدة لأنها قالت هو نساعدها في الرياضيات، ف false. she is very tall، هي طويلة جدا، وطبعا هذه غلط حتى هي، لأن هي وصفتها في الإيميل قالت she is a bit short، هي قصيرة إلى حد ما. 6. she's got brown hair، وشعرها بني، لون شعرها بني، وهذه إجابة صحيحة. نجول أحمد، he's good at maths، هو جيد في الرياضيات and science والعلوم، وهذه إجابة صحيحة. 2. he can play very well، يلعب طائرة بشكل جيد، وهذه إجابة صحيحة. 3. his hair is brown and curly، شعره بني وملوي، لا خطأ، لأنه وصفه بأن شعره كان قصير وناعم أسود. 4. he's been at Ziad's school for 6 months، هو كان في مسجد زياد من 6 شهور، طبعا هذه غلط، لأنه هو قال لك جاء في المدرسة من الأسبوع اللي فات. 5. he's really good fun، هو مرح، وهذه صح. he's a bit quiet، هو هادي إلى حد ما، وهذه طبعا غلط، false، لأن شنو وصفه؟ وصفه talkative، talkative معناه يحب الكلام، كثير الكلام. عندي القاعدة هنا being polite، أن تكون مهذب. When we say negative things in English، عندما نريد أن نخبر أشياء سلبية في اللغة الإنجليزية، we don't want to upset the reader or listener، لا نريد أن يستاء المستمع، القارئ أو المستمع. Here are some ways of making negative description more polite، إليك بعض الوصف الذي يجعل الوصف أكثر تهذيبا، يعني مثلا على سبيل المثال هنا قال لك he is ugly، هو بشع أو شيء شكل شيء، فكيف نقولها بأسلوب مهذب؟ نقول he is not very good looking، جيبوا عكس الصفة، not very good looking عكس ugly جميل بشع، هي very good looking شكلها جميل، فنجيبوا عكس الصفة فنقول not very good looking. he is short، هنا هو قالنا هي قصيرة، فنجيبوها بأسلوب مهذب فنقول she is a bit short، هي قصيرة إلى حد ما، a bit أو قليلا، يعني she is a bit short قصيرة قليلا، أو she is not very tall، نجيب عكس الصفة اللي هي short عكسها tall، فنقول not very tall، ما هيش طويلة واجد، معناها قصيرة بس بأسلوب مهذب. he can't play football، هو لا يستطيع لعب كرة القدم، فنقول he is not very good at football، طبعا هو لا يلعب كرة القدم بشكل جيد. He is not very good at، هو لا يلعب كرة القدم بشكل جيد.
he can't play football very well أو لا يستطيع اللعب كرة القدم بشكل جيد. هنا الاثنين يعطي نفس المعنى بس بأسلوب شنو مهذب أكثر. تمرين C complete the following sentences a more polite way أكمل هذه الجمل بأسلوب مهذب. He is stupid بقولوا إن شخص هذا غبي. شخص هذا غبي فنقولوها كيف؟ نقولوا He is not very clever عكس stupid غبي هي clever ذكي فنجيبوا عكس الصفة فنقولوا He is not very clever هو ليس ذكي. 2 He is lazy who is lazy هو كسول هو كسول وهنا قال لك He is lazy He is lazy شنو حنقولوا؟ حنقولوا He is a bit lazy هو كسول إلى حد ما هو كسول إلى حد ما He is a bit lazy ونقدر نقوله is not active هو ليس نشيط لكن طبعا هو لأن حطلنا كلمة lazy فنحن بنشتغل عليها. She can't sing هي لا تستطيع الغناء فشو نقوله نقوله She is not very good at singing هي ليست لا تغني بشكل جيد. She is not very good at singing لا تغني بشكل جيد. 4 He can't paint لا يستطيع الرسم. He can't paint very well لا يستطيع الرسم بشكل جيد. He can't paint very well لا يستطيع الرسم بشكل جيد. She is bad football هي لا تلعب أيوه هي سيئة في كرة القدم هي سيئة في كرة القدم فنقوله She is not very good at football كلمة bad عكس متاحة good She is not very good at football هي ليست جيدة في كرة القدم. She is boring هي ممل She is boring هي ممل هي مملة فنقوله She is not much fun نقول she is not much fun هي ليست مرحة كثيرا she is not much fun. 7 he is unfriendly هو غير ودود أو غير صدوق أو اجتماعي فنقول he is a bit unfriendly he is a bit unfriendly. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس. كان معكم سيد أحمد الحوتي. نلتقي دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.